ليتس جو. شكر خاص للسوبر مانجاوية المنضمين لبرنامج الانتساب، شكرا للدعوة. اهلا بيكم من تاني على قناة مانجا 64، ببابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. بالنسبة لنينتندو في ساحة العاب الفيديو، مفيش سؤال اكتر الحاحا من امتى نينتندو هتصدر جيل جديد من الاجهزة، واللي غالبا هيحمل نفس اسم وفكرة النينتندو سويتش. طبعا الاشاعات عن نينتندو سويتش اقوى او نينتندو سويتش برو او سوبر نينتندو سويتش لم تكن من وقت اصدار الجهاز من سنة 2017، ودوت بيرجع اولا لتواضع امكانيات الجهاز مقارنة بالاجهزة اللي كانت موجودة على الساحة من 2017، الجيل الثامن من الاجهزة الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4، فما بالك بقى بالبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز اكس وهم موجودين على الساحة، والمقارنات اللي بتتعمل ما بينه وما بين النينتندو سويتش. السبب الثاني في الالحاح دوت جودة العاب نينتندو الحصرية اللي هتستفيد قوي لو طلعت بشكل اقوى بشكل افضل بمعدل فريمات ثابت بدرجة نقاء 4K بالحاجات الحلوة اللي احنا خلاص يعني اتعودنا عليها من الجيل السابق من الاجهزة. وثالثا للمعاناة الواضحة جدا في تشغيل عدد معقول من الالعاب، وبالفعل بقالنا سنين بنبحر في محيط من الاشاعات. الاشاعات بتطلع من الفانز والمستخدمين لصناع المحتوى للمنصات الاعلامية زي سيئة الذكر بلومبرج. من سويتش برو 4K لسويتش على شكل جهاز منزلي مش بيعمل سويتش، ليه سويتش بيتاكل في سندويتش. اي حاجة ممكن نينتندو تعملها او ما تعملهاش ذكرت في اشاعة ما، وعلى الرغم ان دوت كان المنوال بقالنا سنين، فنينتندو صامدة مش بتغير من الجهاز، باستثناء يعني بعض التعديلات زي مثلا نينتندو سويتش لايت، جهاز سويتش مش بيعمل سويتش، وعوضا عن كده فهو صغير الحجم وممكن تستخدمه كجهاز محمول، او جهاز الاولد اللي يعني الشاشة افضل واكبر، لكن الجهاز نفسه جوهريا لم يتغير. ولكن يمكن وديت بقى رابعا اللي بيغذي الاشاعات بالذات دلوقتي، هو ان بطبيعة الحال قطار مبيعات السويتش فائق السرعة ابتدى يظهر علامات للابطاء، وهو اللي دفع نينتندو انها تقلل توقعات مبيعات الجهاز في العام المالي الحالي من 21 مليون ل 19 مليون جهاز. ثانية، هو كده بيظهر علامات ابطاء؟ 19 مليون جهاز في السنة السادسة من اصداره رقم كبير، وبيوضح ان السوق مازال متعطش للسويتش، السويتش اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا عاوزينه يتغير ويتبدل ويتحدث ومش بنبطل كلام عليه، مازال في طلب كبير عليه في السوق. وحتى لو الطلب دوت بيقل من 21 مليون ل 19 مليون، فمازال الطلب قوي جدا وبعيد كل البعد عن الارقام المعتادة لاجهزة الالعاب في اخر عمرها. ودوت بالتالي بيطرح سؤال، هل النينتندو سويتش في نهاية عمره فعلا لمجرد ان بقاله 6 سنين في الاسواق؟ الطلب اللي عليه بيقول لا، بل على العكس، السويتش في طريقه انه يكون من انجح اجهزة نينتندو بعد ما تجاوز مبيعات النينتندو الاصلي والسوبر نينتندو والجيم بوي والنينتندو وي، وبيقرب دلوقتي من الدي اس. يعني باختصار نينتندو مش محتاجة تتسرع. ودوت بيرجع لحاجة، ليه؟ لان احنا لازم نسأل نفسنا سؤال، هو ليه في بلاي ستيشن 4 و5 يعني ليه ما اكتفيناش بالبلاي ستيشن 1؟ واحد هيقول لك والله التكنولوجيا بتتقدم، فبطبيعة الحال الاجهزة بتتحسن وبتتطور والى اخره، وطبعا 10 على 10 الكلام دوت لا غبار عليه. بس هو في حاجة تانية برضو، وهو المنافسة. يعني جايز لو ما كانش فيه غير سوني على الساحة كنا نبقى دلوقتي مثلا في بلاي ستيشن 3 بدل بلاي ستيشن 5، الله أعلم، أنا يعني بخمن. لكن لأن في حد بينافسها في هذه الحالة، بنتكلم عن مايكروسوفت، فهو نظام يعني إيه أتغدى بيك قبل ما تتعشى بيه. فأنا هنزل البلاي ستيشن 4 علشان منافسي أكيد هيعمل حاجة أقوى لأن التكنولوجيا بتتقدم، ففي تنافس، ففي دفع للأمام. لكن نينتندو عملت لها حتة كده في عالم صناعة الألعاب وقاعدة فيها مفنيخة لوحدها، مفيش ضغط عليها. طبعا بتنافس مايكروسوفت وسوني وغيرهم، لكن منافسة
غير مباشرة، منافسة مختلفة شوية، يعني منافسة بتسمح لنينتندو بمساحة تاخد فيها نفسها، وبالتالي مش مستعجلة. وطول ما الطلب عالي يبقى ليه نعمل جهاز جديد؟ وبخاصة، وديت نقطة مهمة جدا، هما بيبصوا على مبيعات الألعاب. يعني هو دلوقتي من مصلحته لما ينزل أي لعبة، فاير أمبلم إنجيج اللي إيه لسه نازلة ما بقالهاش كام يوم، ولا ألعاب البوكيمون، ولا الحاجات بتاعت نينتاندو دي، وماريو زيلدا ومش عارف إيه وبتاع. هو دلوقتي عامل لعبة جديدة، ينزلها على جهاز اتباع منه فوق 100 مليون نسخة، وبالتالي ده بيترجم لمبيعات أكبر للألعاب، ولا يبتدي من الصفر؟ طب إيه اللي خليه يعمل كده؟ ده احنا حتى شفنا سوني يعني منزلة God of War Ragnarok على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. على فكره دي مش صدفه، هم عاملين حسابهم، هم اللعبه ديت هتطلع في وقت اصدار الجهاز البلاي ستيشن 5، مش هيبقى في ناس كتيره لسه اشترته، احنا لسه في بدايه عمر الجهاز، يبقى منطقي هننزله على المنصتين. نينتندو بقى في حالتها، طب يا عم انا الطلب لسه عالي والالعاب بتبيع والمش عارف ايه شغال زي الفل، انا خلاص مش محتاج اعمل ابديت او تحديث للجهاز، مفيش سيف المنافسة محطوط على رقبتي. بس هو دوت لنفس السبب اللي انا كاتب في الثام نيل نينتندو تواجه المجهول، لان احنا عمرنا في تاريخ عالم صناعة الالعاب شفنا حاجة زي كده. جايز الفانز والمستهلكين وانا منهم جاهزين لجهاز جديد، ولكن لا يبدو ان السوق بالضرورة يدعم هذا الامر، مش بس علشان نينتندو متوقع انها تبيع 19 مليون نسخة من الجهاز، لكن لان نينتندو فاجأة الجميع. فوفقا لتقرير من سيئة الذكر بلومبرج، نينتندو قررت زيادة انتاج اجهزة النينتندو سويتش في 2023 تحسبا لطلب قوي، يعني هيرفعوا توقعاتهم يمكن حتى بشكل داخلي من 19 مليون لرقم يمكن اكبر. ودوت مش سلوك شركة بتنتوي طرح جهاز جديد في اي وقت قريب. ليه بنقول كده؟ عشان لو نينتندو ناوية تعلن عن جهاز جديد قريب، المشترين اللي لسه ما عندهمش سويتش في الغالب هينتظروا اصدار الجهاز الجديد، وساعتها يبقى نينتندو هتلبس في الملايين من الاجهزة اللي بتصنعها حاليا، وده مش منطقي. والحقيقة اللي نينتندو بتعمله شيء لا يصدق، مش لانعدام المنطق والرؤية، ولكن فعلا لانه غير مسبوق. مفيش شركة بتزود انتاج الجهاز بتاعها في المصانع اللي هي بتتعامل معاها في اخر عمر الجهاز دوت. واضح ان هم واثقين ان الطلب على السويتش هيفضل عالي، وبالتالي نعمل المزيد منه ونكسب فلوس اكتر زي ما شرحنا من الاول. ميزة بالنسبة لهم، قاعدة جماهيرية اكبر تقدر تسوق لهم الالعاب ويشتروها، بدل ما يقعوا بقى ايه عاملين ماريو جديدة بس مش هتشتغل الا على السويتش برو او السويتش 2 ولا حاجة زي كده، ساعتها هو خسران. بدل ما اللعبة هتبيع قرب 30 مليون نسخة، انت عندك دلوقتي شوف كم واحد اشترى مثلا ماريو اوديسي، هتبتدي من الصفر. يعني في النهاية لا صوت يعلو على صوت الطلب في السوق، حتى صوت الفانز المخلصين اللي جاهزين يجيبوا جهاز جديد بقى. وبالتالي وبالنظر لكل الداتا والمعلومات اللي معانا ديت، ما استبعدش ان يكون الاعلان عن جهاز نينتندو جديد يحصل في 2024 أصلا، والجهاز مثلا ينزل في 2025، وفي 2023 يكتفوا بإصدار جهاز الليميتد إديشن الأوليد بتاع زيلدا تيرز أوف ذا كينجدم اللي تم تسريبه من أسبوعين ثلاثة كده. على أي حال، أنا لما قعدت أفكر فيها كده، أنا برحب جدا بتأجيل إصدار جهاز النينتندو سويتش الجديد أو أيا كان اللي النينتندو شغال عليه. ليه؟ لأن أنا عايز مساحة من الوقت، حلوة المساحة من الوقت ديت، المطورين بتوع الالعاب يشتغلوا على الالعاب، يتاكدوا انها هيطلعوا العاب مصقوله والعاب كتير بقى، لان انا عاوز عام اصدار السويتش برو، السويتش 2، السويتش مش عارف مين، يبقى مليان العاب زي 2017. كنا بنتكلم ماريو اوديسي وسبلاتون 2 وزينو بريد كرونيكلز 3 وحاجات، وزيلدا طبعا بريث اوف ذا وايلد وحاجات بالعبط. كانت سنه غريبه يعني، مليان العاب مش هتلحق تخلص. بس في حاجه كده ممكن تغير المشهد. ماذا إذا نينتندو قررت إنها
التحديث القادم مش هيكون كبير، مش هيكون قفزة هائلة من السويتش العادي لحاجة تانية مختلفة تماما. يعني يكتفوا ان هم يعملوا جهاز يبقى فيه 4K ومعدل فريمات مش عارف ايه والبطارية اقوى مش عارف الكلام ده، بس يعتبر لسه نينتندو سويتش تحت فلسفة الفاميلي اوف سيستمز او عائلة الانظمة. يعني هو نظام واحد في عائلة، السويتش الموديل القديم شغال وهينزل عليه ماريو اوديسي 2 ولا ماريو جالاكسي 3 ويلعب عادي وانبسط، ولو عاوز اداء اقوى هات النينتندو سويتش برو، هات النينتندو سويتش 2، هات المش عارف ايه، ويبقى في فترة زي ما احنا بنشوف دلوقتي حتى من سوني ومايكروسوفت، الالعاب اللي هي كروس جن اللي هي عابرة للاجيال تبقى شغالة على الفور حلو وعلى الفايف برضو حلو، وشغالة على الاكس بوكس 1 وشغالة برضو على السيريز وهكذا. ممكن دي تبقى فلسفة نينتندو وممكن تاخدها بشكل راديكالي بحيث ان يفضل السويتش العادي دوت شغال معانا اكتر كمان من 2025 مكمل. ايه المشكلة؟ احنا شفنا دوت على فكرة قبل كده مع بعض الاختلافات، يعني في ال 3 دي اس كل شوية يعملوا حاجة مختلفة، كل شويه يعملوا حاجه مختلفه، والله دوت 3 دي بس مش 3 دي، طب هنعمله 2 دي، طب هنعمله اكس ال، طب لا هنعمله صغير، طب هنعمله مش عارف ايه، حاجات بهذا الشكل. طبعا زي ما قلنا كل دوت ممكن يبقى اوانطه، ممكن نينتندو تبقى منزله ديريكت ومره واحده في جهاز جديد يلا ايه. نينتندو تقدرش تتوقعها، لكن لا يعني انا مش متوقع دوت هيحصل الصراحه، يعني دوت رايي الشخصي، واحب طبعا اسمع رايكم في التعليقات وامنياتكم، ايه اللي انتوا تتمنوه. ونعمل بقى بونص سؤال الحلقة، ايه الالعاب الاصدار اللي انت نفسك فيها مع اي جهاز جديد من نينتندو؟ انا عن نفسي عايز ماريو جديدة، سواء ماريو اوديسي 2 او ماريو جالاكسي 3، عايز ماريو كارت جديدة، زلدا تيرز اوف ذا كينجدم خلاص، بس ممكن مثلا يعملوا ريميك للينك تو ذا باست زي ما عملوا ل لينكس اويكنينج مثلا، يبقى ده في عام الاصدار، وميترويد برايم 4. يا سلام، قولوا لي انتوا ايه القايمه بتاعتكم. شكرا انكم وصلتوا لنهايه الفيديو، اتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقت لطيف معايا وانكم تكونوا استمتعتوا بيه. انا عايز اقول حاجه، ان انا بعمل مجهود مضاعف تايمز 4 تايمز 10 تايمز 100 علشان مش بس اعمل فيديوهات للقناه، لكن اعيش حياتي بشكل طبيعي مع مرضي. ف انا عايز اشكركم كلكم لدعمكم للقناه، لانكم ما سبتوش القناه تذهب في الظلام، كنتوا دايما بتسالوا عليا، دي حاجه انا بقدرها جدا وملهاش تمن، فحبيت يعني في نهايه الفيديو اشكركم. يلا بقى نشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه.